علي عبد الجليل محمد الشعبان، سوري الجنسية، لاجئ في الأردن، معي زوجتي وثلاث بنات وولد، ساكنين هون بوادي السير بعمان. نحن أصلنا من ريف حلب الجنوبي، هجرنا بسبب الحرب، تعرضت بلدنا للقصف بالطيران بالمدفعية بالصواريخ، هجر أولادي على بلدان قريبة منا يعني ضيع، ووقت صار في مجال أنهم يطلعوا وطلعوا على الأرض لهم بشكل عام. يعني هون البلد يكتر خيرهم بالنسبة للأردن يعني، فهي بالأساس بلد فقير ما في موارد، عليه ضغوطات. يعني طلعت أولادي من المدرسة وما كملوا تعليمهم لأنه ظروف المعيشة عليهم صعبة، عشان يساعدوني بالعمل. لكن نتأمل نحن إذا صار نصيب وطلعنا إن شاء الله إنه يرجعوا يتعلموا، يعيشوا حياة كريمة ويرجعوا يتعلموا، لأنه ضاعت طفولتهم هم هون بالنسبة بالعمل والحياة الصعبة.